السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ننسخ اسامي الليرات كلها نحطها في وورد او اكسل او اي حاجة؟ طبعا في ليسبات، في برامج. طب ليه نستعمل حاجة؟ طب ما تعالى نخش كده لير بروبرتيز، طلعت لي القايمة ديت اهي. اقول له بقى سيلكت اول وانسخ، وبعد كده اروح للاكسل واقول له نيو واقول له بيست، فهو خد لي كل المعلومات اللي انت عايزها. تبدأ بقى تشوف ايه الحاجة. انا يعني بالنسبة لي مثلا اهم حاجة بالنسبة لي اسامي الليارات، تمام؟ دي مثلا لو انت مش عايزها ممكن تلغيها، ممكن هكذا. تخلي بس الليارات والمعلومات اللي انت محتاجها.